فجثوا وسجدوا له. حييكم الليلة كمان ومنتابع لقاءاتنا ومسيرة رياضتنا الروحية بتسعويت الميلاد تحت عنوان بلاد 2020 نقلة نوعية. والنقلة النوعية اللي عم نعملها بحياتنا من المظهر إلى الجوهر عم نعيشها اليوم كمان مع المجوس يلي بنوعية خضوع ليسوع وقت اللي سجدوا لإله جسيوا قدامه وقت اللي التقوا فيه بالمغارة. بتعلمونا كيف منعيش نوعية خضوعنا يلي هي نوصل إلى الأهم بحياتنا. وقت اللي المجوس تبعوا النجمة ووصلتهم إلى الوحي بالكلمة في الكتب المقدسة وكملوا الطريق، وجدوا يسوع في المغارة ووصلوا لعنده، سجدوا وجسيوا قدامه وقدموا له كل الهدايا يلي هني معهم. هالسجود هيدا شو بيعني بحياتنا؟ شو بيعني بمسيرة حياة الإنسان المؤمن؟ بيعني مثل ما قلنا على نوعية العبادة. السجود هو بيعني هالخضوع، هالانحناء، هالتسليم الذات بفعل عبادة. يعني العبادة هي بتعني الدخول في علاقة قريبة إلى درجة إنسان عنده هالشوق كله يكون في حالة اتحاد مع هالاكتشاف العظيم اللي شفوه بيسوع. وفعل عبدة من العبادة بالأصل اللاتيني أدوراري، منها أدوريشن أو أدوراسيون، بيعني قرب شيء إلى فمه حتى يمتلكه لذاته ويكون في حالة وحدة هو إياه. أوقات كتير منكون نحن عم نغنج ولد منلقطه بقول له بدي أكلك، أنا بمعنى قد ما بحبك بدي يكون كتير قريب منك. فهالعبادة اللي عم بيعشوها بهالنوعية من الخضوع بالسجود والجثو أمام الملك وتقديم الهدايا هي هالشوق أن نتقرب منك حتى نقدر فعلا نوصل نعيش هالغنى بحياتنا. عم ننبش عليك إلنا فترة بس وصلنا لعندك، نحن بلغنا الأهم بحياتنا وأصبنا الهدف أنك تملأ حياتنا. وهون ندخل إخوتي وأعزائي تنفهم معنى الخضوع، كيف مننمى بخضوعنا. الخضوع منه انكسار، الخضوع هو اكتشاف هالعظمة اللي بتجعلنا نقرب حتى نعيش حالة انسجام قوي مع هالعظمة لأنه مردودة تغني لنا حياتنا. وهيدا اللي عاشوه المجوس. فمنقول لهم للمجوس خبرونا شو معنى هالخضوع يلي أنتوا عشتوه. بيقولوا لنا هالخضوع بيحمل تقريبا 4 خطوات بتعشوها بحياتكم، وهيك مننمي خضوعنا لربنا ولكنيستنا ولإيماننا حتى ينمي لنا حياتنا. أول هيك خطوة بتعشوها بالخضوع بيقولوا لنا المجوس هي التفتيش عن الله، وهذا اللي عشوه شفناه بامبارح بتأملاتنا، كيف من الوحي من الفكر والمنطق والحكم اللي فيهم مع النجمة وصلوا إلى الوحي، ومن الوحي إلى الاختبار الشخصي والتقوا بيسوع بقلب المغارة وتعلقت حقيقته بقلوبهم. هذا إذن الخطوة الأولى في الخضوع، هالبحث الدايم هالشوق للوصول لعنده. تاني شغلة بيقولونا تاني خطوة، لما دخلنا إلى قلب المغارة والتقينا بهذا الطفل فرح قلبنا، فرح القلب يلي هو بدل انه أصبنا الهدف اللي رايحين كرماله وصلنا له. إصابة الهدف يلي بيجعلنا نتقرب أكثر فأكثر من هذا الملك فندخل معه علاقة قلبية مش بس خارجية، لأنه وقت اللي قدموا هالهدايا قدموا زيت لإله لأنه صاروا في حالة قرب معه، وهالقرب هو داخلي جوهري من القلب إلى القلب. إذن فرحة القلب، فرح القلب هو اللي بيجعل الإنسان يسلم، وهالخضوع وهالجسو وهالسجود هو علامة بناء علاقة كتير جوهرية كتير عميقة، من هيك انحنوا حتى تكون من جوا عم تدخل هالعلاقة. إذن إلى جانب الحكمة والوحي في فرح القلب. وثالث خطوة هي وقت اللي وصلوا إلى فعلاً معرفة حقيقة يسوع وفرح قلبهم وقت اللي التقوا فيه، وصل إلى القمة بيقولوا رأينا الملك، يخبرونا شفنا الملك. وعندما عرفوا هالملك
عرفوا زيت منني. نحن مدعوين كن قريبين من هالملك حتى ناخد معه. نحن وعم نعطيه الهدايا كنا عم نعطيه زيتنا. الهدايا بتدل على تقدمة الزيت، وهالهدايا كانت عم ترمز لحضور هالملك قدامهم. الذهب لأنه ملك، البخور لأنه كاهن عم يخدم للقداسة، اللبان لأنه نبي. إذن حامل تعرفوا عليه هو ملك ونبي وكاهن، تيعرفوا ذاتهم لما انخضعوا لإله. نحن مع هالملك هو يقود حياتنا، مع هالملك هو بيعبي قلبنا بكلمته، مع هالملك بيخدم حتى يدلنا على طرق القداسة. فهالفرح وصلهم إلى اكتشاف معرفة حقيقة هذا الملك، تكتشفوا معرفة حقيقتهم. من هيك تفاعل مع هالملك جعلهم يعيشوا هالخضوع. مثل ما قلنا، من عملية انكسار بقدر ما هي عملية امتلاء وأخذ وعطى بينهم وبينه. وهون بيوصلوا على الخطوة الرابعة لمن رجعوا. رجعوا ما عادوا بحاجة يرجعوا إلى هيرودس وإلى أورشليم، لأنه بخضوع واكتشفوا من هو هذا الملك ومن هم بالنسبة له، اكتشفوا طريق، رجعوا باليانين، رجعوا على حياتهم العادية، على كل شيء اللي كانوا عايشينه قبل، ولكن بوجه جديد، بخبرة جديدة، بحياة جديدة. وهيدي نوعية الخضوع. إخوتي، نحن اليوم بس نحكي عن كلمة خضوع منفكر إنه الإنسان خحني راسه وحدا أكله حقه، بينما الخضوع في الخبرة الروحية والخضوع في النقل النوعي من المظهر إلى الجوهر. الخضوع هو اكتشاف الأهم. ساعتها المهم بحياتنا ما بقى له أساس، وهذا اللي عم نعيشه نحن بهالظروف الصعبة. وهذا اللي مطلوب منا، إن نتخلى عن أمور كتير كانت مهمة بالنسبة لإلنا لأنه اكتشفنا الأهم. من هيك مربولوس بيقلنا برسالته: متى جاء الكامل زال الناقص. من هيك نحن بعيد الميلاد السنة في كتير شغلات مهمة كنا معودين نعملها بعاداتنا وتقاليدنا في قلب حياتنا اليومية وبقلب حياتنا الاجتماعية. في عنا عادات وتقاليد كتير معودين عليها، بس لما نحن بنكتشف الأهم بفرح قلبنا وبسعينا وبحثنا تنروح إلى العمق، إلى الجوهر، إلى المعاني العظيمة، نحن ساعتها كل الباقي ما بيعود هو اللي عم بيمشي حياتنا، اللي عم بيكون هو قائد حياتنا. الأهم هو ساعتها بيكون له الأولوية، والمهم بيخضع له، ساعتها بيصير له معنى أكتر. من هيك نحن اليوم مدعوين بهالمسيرة مع المجوس أن يكون في عنا نوعية خضوعنا هي أن نكتشف الأهم ونعطيه كل ذاتنا، ومنه ننطلق إلى عاداتنا وتقاليدنا، لأنه الأهم صار بيلونها وبيعطيها معنى أقوى. بيخبروا عن ملك كان يحب كتير الزراعة ويهتم بالزراعة، وعنده جنين كبير بالقصر زرعة من كل أنواع الخضار والفواكه وكل أنواع الزهور. قد ما كان يحب هالجنينته كان ينزل كل يوم يبرم فيها الصبح ويحكي مع هالمزروعات، يتحدث وياهم بعلاقة حلوة. بيجي يوم للأيام بيجي مهمة كبيرة وبيضطر أنه يسافر لبلد بعيد، وبيطول كتير تيرجع. ومن بعد ما رجع بيلاقي هالجنينة اللي زرعها يابسة، فبيحزن كتير وبيقول بدي أنزل شوف شو صار. وبينزل مثل عادته تيحكي مع هالزريعة شو صاير معهم. بيوصل قدام شجرة الصنوبر، بيقول له: شو بكي؟ شو صار لك؟ ليش يبستي؟ بتقول له: حد مني في وردة، وكل الناس يتطلعوا بالوردة يقولوا شو حلوة، ما يتطلعوا فيي، أنا غرت منها فيبست. بيروح عند الوردة: وانت شو بكي؟ كمان بتخبروا: حد مني في شجرة كرز وكلهم بيقطفوا منها، وشو هالكرزات الطيبين، غرت منها من هيك يبست. وهلهم مجرا هو عم يمشي بآخر الجنينة، بكعب الجنينة بيلاقي زهرة صغيرة اسمها زهرة المستريحة، هيك لونها أزرق حلو كتير، بيلاقيها حلوة كتير بعد زرقة. فبيركض لعندها وبيقول: ليش انت بقيتي؟ شو السر تبقيتي انت مثل ما انت؟ قلت له: انا بعرف وقت اللي زرعتني انت بتحبني مثل ما انا، فبقيت مثل ما انت بتحبني. هيدا الخضوع. وقت الانسان بعلاقة مع الاهم بحياته
بيعيش هالعلاقة بخضوع بتسليم بتفاعل، بيضل محافظ على جوهره على رونقه على الرغم من كل الصعوبات اللي حواليه. فنحن اليوم بزمن الميلاد وبعيد الميلاد عم نتقرب منه أكثر فأكثر، نحن على شكل هالزهر المستريحة في قلب عالم المظلم، نحن نفكر ماذا تريد منا يا رب أن نكون حتى نبقى فيه دايما حسب ما أنت بتحبنا. هيك نحن منخضع لإلك، وهيك بخضوعنا منحافظ على رونق حياتنا ورونق وجودنا. أمين.